السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدخلوا على الطواف لبدء مناسك العمرة عن الأسير زكريا زبيدي. اللهم إني أسألك يا الله من جوار بيتك العتيق ومن هذا المكان الطيب الطاهر المبارك أن تجعل له من كل هم فرجا. اللهم احفظه بحفظك وتوله برعايتك وسخر له الطيبين من خلقك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. اللهم لا تكله إلى نفسه أو إلى أحد من خلقك طرفة عين. سدد خطاه وحقق أحلامه وأمانيه. اللهم أخرجه من حلق الضيق إلى واسع الطريق بفرج من عندك قريب. اللهم احفظه بحفظك. اللهم سخر له الطيبين من خلقك. اللهم إنك تراه تسمع كلامه يا أرحم الراحمين فقد عليه بالفرج القريب. اللهم فرج همه. اللهم فرج همه. اللهم فرج همه. احفظه بعينك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يضام. اجعل الصلاح والفلاح والفوز والنجاح دربا له يا الله. اللهم كن له سندا وعونا في هذه الحياة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.